وبالاخص ان انت طالع للسماء، فعشان كده لازم المكان اللي جوه يبقى اعلى من المكان اللي بره، تمام؟ وبالاخص ان الناس كلها اللي بره تشوف الناس اللي جوه عشان هم عاليه. ابتدينا في القوه الجرانيتيه، اول بوابه اتعملت من الجرانيت زي ما احنا شايفين، ومعمول عليها حقاء، دي عنخ المعطي للحياه، وزي ما احنا شايفين العتب بتاع البوابه. اول واحلى الوان لبوابه تشوفوها في حياتكم جوه معبد اهي، منظر جميل جدا. واحد اثنين ثلاثة، يلا عيش. بابا تفكر بالجنب، تفكر بالجنب البتاع اللي ورا. ماشي 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 يا عم، انا عارف. عايزين نشوف حاجة هنا جميلة جدا بقى. جينا طبعا كده لبهو أعمدة صغير مكون من 5 أعمدة بردي ضخمة، بعض الألوان موجودة لغاية دلوقتي، شايفين الخراطيش والألوان على العتب اللي هو رابط بين الحجارة مع بعضها. ده هنا في لاج، دي أعمدة مربعة ودي أعمدة دائرية على هيئة حزمة البردي. إيه الشكل ده؟ شكل حزمة بردي مربوطة من فوق ومربوطة من تحت، فهو بيعمل حاجة اسمها بابتيروس كولم أو أحزمة البردي، نبات البردي المقفولة. جوه برضو هنلاقي أحزمة نبات بردي بس في أروع ألوانها، ترجع لحوالي 3000 سنة زي ما احنا شايفين. الفناء داية معمول لإلهين، إله من أمون من، إله الخصوبة الذي يعطي الخصوبة للملك وللأرض أيام حكم الملك، والتاني إله سكر، سكر داية إله العالم الآخر الذي يعطي الحياة والقوة للأرض، للكرة الأرضية ككوكب الأرض عموما. فهنا بيورينا كل الرموز بين علاقات الملك نفسه مع الإله أمون من زي ما احنا هنشوف. أفضل مكان وأحلى منظر ملون في المعبد قدام مركب مقدس هنلاقيه هنا كده، الألوان واضحة جامد جدا، وداخل معبد مفتوح مش مقبرة مقفولة، عشان كده زي ما قلت لكم معبد يستحق الزيارة. هو يضرب بتاع حتشبسوت يعتبر يعني بالجولف افضل بكتير. بيقدم القرابين والاحتفالات، والقرابين قدام الاله امون رع. بعد كده جميع المراكب المقدسه محموله على كتف العمال والكهنه، وجميع البروسيشن وكلهم شايلين النعام اللي هو ريش النعام زي ما احنا شايفين، والمراوح بتاعه الملوك تمام اللي هي بتاعه الهوايات شايلينها ورايحين فين؟ شايلينها ورايحين البروسيشن او الجزء المقدس للملك مع الآلهة. وبالأخص المنظر ده هنلاقي إن الملك ومراته الملكة في حضرة الآلهة رايحين للإله أمون رع في الناووس أو قصر الأقداس بتاعه، بحضرة الإله تحوت اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو ملك الكتابة أو إله الكتابة. الناحية الثانية هنلاقي امون ومراته موت بيتقدم لهم القرابين من الملك على عجلاته الحربيه. فكده الاله الحامل للكره الارضيه واله الحرب واله الانتصارات بيدعم عن طريق الملك رمسيس الثالث في سنوات حكمه، والملك نفسه بيوري نفسه كملك عسكري راكب العجله الحربيه. وعندنا جعبه السهام زي ما احنا شايفين في 4 الوان مناظر الحربيه للملك، هنا قاعد على العرش بتاعه وبينتظر كل الكهنه
اللي هي بتجمع له ايه؟ ايدين القصرة، شايفين الايدين؟ اه الايدين اتجمع التاني اهو. وبصوا السقف، السقف يعتقد ان هو كان عليه رموز صفرة او متلون بالازرق منحوت او متلون او مرسوم بالنجوم الصفرة زي السماء بالظبط. بعد كده هنلاقي ان الملك واقف وماسك الاعداء كلهم بحبل، شايفين الحبل؟ الحبل ده مربوط في ايدين الاعداء، وهو ماشي ومتحكم في جميع قطيع الاعداء. طب ده رايح فين؟ رايح يقدمهم للجزرين عشان يقطعوا ايديهم بعد كده. تمام؟ هنيجي بعد كده هنلاقي كل التعاويذ وكل الكتب اللي قالت لنا اللي على الانتصارات والنصوص اللي قالت لنا على الانتصارات الحربيه في معركه مجدو اللي عملها رمسيس الثالث وتحتمس الثالث. طبعا قبليه تحتمس الثالث اول واحد في 18، وبعد كده رمسيس الثالث كمل معركه مجدو واول وثاني في استراتيجي او ثاني معاهده سلام في التاريخ، اول واحده بين المصريين والحيثيين والثانيه بين المصريين وسكان مجدو الاسيويين، وموجوده معاهده السلام كامله على لا والنبي خد عاطف جنبك، خد عاطف جنبك. من اهم المناظر، شفت بقى يستحق الزياره ولا لا؟ في قصص كتير. قصص كتير لسه كمان. القصر الملكي لسه جوه، لسه جوه. لا ده يعتبر كلام فاضي. هنطلع بعد كده القصر الملكي كمان حاجه تانية خالص. هنلاقي هديكم فري تايم بعد كده صور. تمام، عندنا طبعا المنظر ده او الجزء ده يعتبر هو زي الصاله كده او اوضه الضيوف قبل ما يدخلوا فين؟ يدخلوا قدس الأقداس، يعتبر أكبر قدس أقداس. يفترض أن معظم قدس الأقداس في العالم كلها أو في معابد تخليد الذكرى في الغرب لأمون رع وموت وخنسه، بس هنا حطوا كمان جميع الآلهة، يمكن حد يزعل. فزي ما احنا بنقول كده في قدس أقداس ملونة برضو جوه زي اللي احنا هنشوفها جوه. بس طبعا وانتوا طالعين ما تنسوش تصوروا في الأماكن.